الدرس ده هناخد كورد الـ A7. ده شكله وده صوته. كورد الـ A7 مكون من أربع نغمات، هما الـ A، الـ C sharp والـ E، والنغمة السابعة اللي هي نغمة الـ G. في كورد الـ A7 خلي بالنا إن احنا بنلعب خمس أوتار بس. يعني الوتر السادس ما بنلعبوش. كورد الـ A7 بنمسكه بالصباع الأول في الفريت الثاني بتاع الوتر الرابع نغمة الـ E، والصباع الثاني على الفريت الثاني بتاع الوتر الثاني نغمة الـ C sharp. أو ممكن أبدل الصباع الثاني وأمسك بالصباع الثالث، أو ممكن يبقى باثنين وثلاثة، كلهم بيدوني نفس الأصوات. مهم إن أنا الصباع دوت ما يبقاش كاتم الوتر اللي تحتيه، والصباع ده ما يبقاش كاتم الوتر الاول، يعني اتاكد ان كل الاوتار بترن. اختار اسهل صباعين ليا استخدمهم، مهم ان انا اتاكد ان كل الاوتار بترن كويس.